السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. السلام عليكم مشايخ أجواد أحرار وزجالة. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام يا مشايخ كان هدفي من أول لحظة دخلت فيها وحدكم، وكنت عارف إنه صعب لكن كنت مصر. والخطوة الأولى في نحو السلام كانت اقتراحي بزواج الشرقيين من الغربيين، والزيجة دي بإذن الله هتعم عليكم بالخير، يمكن مش دلوقتي حالا بس بعدين. أنا هنا النهاردة يا شيخ يحيى، يا شيخ صابر، لأن السلام اللي ساعدته في خطر حقيقي. جناب المأمور، لو يقصد إن احنا ندفع المير اللي طلبها الحكومة فده مش هيكون، لو فيها موتنا. الشيخ عبد الماجد جنابك من أجواد الغربيين. أنا عارف يا شيخ صابر، ده أنا سبب جوازه وحاضر فرحه كمان. يا شيخ عبد الماجد، أنا لا يمكن أستخدم القوة ضدكم أبدا. أيوة جناب المأمور، بس لو النية موجودة إنك تخفض الضرائب هتسعى بجد وتخفض لنا الضرائب، بس الحقيقة احنا حاسين ان زيك زي اي مأمور جنى الوحش. شيخ عبد الماجد، القصد جنابك انك تحاول يعني مرة تانية زي ما وعدت، جايز ده يجنبنا الشر اللي جاي. انا عبد المأمور يا شيخ يحيى، وانت عارف انت والشيخ صابر ان انا سعيت وبعت وانتظرت الرد، والرد جه مخيب لأملنا كلنا للأسف الشديد. جنابك الآمر الناهي، حاول تنفذ اللي تشوفه حق. أنا بعمل كده لأن حاسس إن مصري زي زيكم. زيك زيهم، غريب عننا. احنا عمرنا ما كنا مصريين. انشيل سيوان. لا مصريين. لا احنا مش مصريين. طالما على أرض مصرية تبقوا مصريين. لا احنا مش مصريين. يا مشايخ الواحة مصرية من يوم محمد علي باشا ما ضمها لمصر. ما أنت عارف يا شيخ صابر. ما أنت عارف يا شيخ يحيى. خلينا نتفق. الضرائب فوق احتمالكم عندكم حق، ظلم ومش من حق الاحتلال عندكم حق، وانا معاكم. الواحة ما فيهاش خدمات عندكم حق، مفيش استبالية تعالجكم، مفيش مدارس تعلم ولادكم. شيخ يحيى، انا لو عصيت الاوامر مش هيحصل لي حاجة، ولو حصل لي حاجة انا راضي بالتمن، بس هيعملوا لي ايه؟ هيرفدوني؟ هيقطعوا مرتبي؟ هينقلوني حتة تانية؟ لكن انتم بقى، انتم هتتأذوا بجد. انا همي انتم مش حاجة تانية، فاهمني؟ فاهمني؟ فاهمني؟